منذ قبل الانتخابات حصل هنا حديث في لندن وأنا نشرته يوم 28 سبتمبر عن ولقاءات حصلت بين الكتلة الصدرية وبين يعني ممثل عن الكتلة الصدرية السيد أحمد الصدر وممثل عن كردستان ووزير الدفاع وثلاثة من ضباط MI6 ونشر ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية السابق هذا على موقعه الرسمي وحديث عن إقصاء يجب إقصاء أو إضعاف تحالف فتح تحديدا من الانتخابات المقبلة. وقبل ذلك معهد واشنطن بتقارير موثقة في اليوم وفي التاريخ وأنا ذكرته حتى من زمان يعني تقرير يوم 13 تموز 2019، تقرير يوم 16 تموز 2019، تقرير يوم 26 أيلول الماضي، كلها وغيرها من التقارير وهذا معهد واشنطن معروف كلها كانت تحث على إقصاء القوى التي تؤيد الحشد الشعبي. نعم إيران أمنها القومي هنا في العراق على صعيد الجغرافيا السياسية الجيوسياسي التاريخ وغير ذلك، بل أنا أزيد وأقول أن هذه الانتخابات لم تجري إلا بتفاهم إيراني أمريكي. هذه الانتخابات لم تجري مو بمعنى أعطيك معلومات معلومات على الأرض. عندما ذهب السيد مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ذهب وحمل معه موقفا من إيران، التقى في بغداد وزير الاستخبارات الإيراني ورئيس الاستخبارات في جهاز الحرس الثوري، يعني باكج واحد، محافظين ومعتدلين كلهم مع موقف واحد، تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإجا ماك غورك ونشرت بي بي سي فارسي تقرير مفصل عن تفاهم إيراني أمريكي، بعدين نفته بعدين لأنه البنتاغون نفوه في البداية، بعدين عندما ذهب السيد مصطفى الكاظمي إلى واشنطن عاد بتوافق. هذا التوافق هو انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق أواخر هذا العام مقابل إجراء الانتخابات. إذا تذكر قبل ذلك ما كان هنالك حديث عن إجراء انتخابات، السفير أمريكي